وللحديث أكثر عن المعاناة التي يعيشها النازحون في العراق والتي زادت من الطين بلة هو وطأة تفشي فيروس كورونا في البلاد ومع دخول شهر رمضان المبارك، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان. أستاذ عمر، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من تصريح لمفوضية شؤون اللاجئين تقول إن النازحين يعتبرون من بين أكثر الفئات عرضة لخطر كورونا، ماذا عن نازحي العراق أستاذ عمر؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام، ورمضان كريم ينعاد علينا عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. هذا الحديث إذا أردنا الحديث عنه أولا، فإن الفساد السياسي والفساد الإداري والفساد المالي الذي تفشى بصورة كبيرة في المجتمعات ولا سيما المجتمع العراقي والحكومة العراقية هي المسؤولة أولا وآخرا عن هذه المأساة، وبالتالي انعكست هذه المأساة وهذا الفساد الإداري والسياسي من قبل الحكومة إلى المنظمات الدولية، حيث تناضل هذه المنظمات الدولية توفير كافة المستلزمات مع الحكومة لهؤلاء النازحين حتى في ظل تفشي وباء كورونا، فإن العاتق المسؤولية عليهم أكبر من قبل، فإن هذه المخيمات هي أصلاً هي عاجزة، هي مخيمات لا يمكن أن تتحرك بسهولة بسبب القيود التي كانت قبل فيروس كورونا وبعد فيروس كورونا. إذن يعني المسؤولية هي مسؤولية الحكومة ومسؤولية المنظمات الدولية، وهذا الانعكاس السلبي للفساد المالي والإداري والسياسي من قبل الحكومة انعكس على المنظمات الدولية، حيث أن هذه المنظمات الدولية تعلم علم اليقين أن الحكومة في بغداد عاجزة وكانت عاجزة وما زالت عاجزة في تلبية هذه الاحتياجات. إذا لماذا تنيطون إليهم مهمة الحفاظ على هذه المخيمات؟ لماذا لم تدار هذه المنظمات من قبل المنظمة الدولية للهجرة والمنظمة الدولية أيضا المعنية بشؤون النازحين وغيرها من المنظمات الدولية التي تقع على عاتقها حماية هؤلاء النازحين وتلبية حاجياتهم، يعني رغما عن أنف الحكومة أن توفر لهم هذه المساعدات وهذه الأدوات اللازمة للبقاء للحياة. فإذا يعني الجميع مسؤول عن مأساة هؤلاء النازحين لا سيما في ظل تفشي كورونا. أستاذ عمر، من خلال متابعاتكم هل يعني رصدتم جهود حقيقية من قبل الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا خاصة في يعني مناطق النازحين؟ للأسف لم تكن هناك أي جهود حكومية، وإن كانت هذه هي الجهود فهي ذرة رماد في العيون ولا يمكن يعني مقارنتها بأي جهود دولية أخرى إذا أرادت أن تحافظ على هذه الفئات المهمشة وهذه الفئات الضعيفة في هذه الأماكن التي لجئوا إليها بسبب القوة وألجئوا إليها من قبل الحكومة. وإذا كانت هذه الحكومة صادقة في هذه الجهود وتريد أن تبني مجتمع، فعليها أولا وآخرا أن ترجع هؤلاء النازحين إلى بيوتهم وديارهم والحفاظ عليهم بشكل أكبر، ولكن يعني الحكومة هي من تعمدت بإيوائهم في هذه المخيمات ولا تسمح الميليشيات ولا الحكومة برجوعهم إلى مدنهم التي زعمت أنها تحررت من داعش ولكنها سيطرت عليها من قبل الميليشيات التي باتت تفتك بالشعب العراقي وتهجر وترحل المدنيين جهارا وعلنا من مرأى الحكومة ومن مرأى ومسمع المجتمع الدولي. فإذا لماذا هذه المنظمات الدولية ومنظمة الهجرة والحكومة تدعي بأنهم يقومون بمساعدة هؤلاء النازحين؟ المساعدة الحقيقية هي أن يرجع هؤلاء النازحون إلى ديارهم وإخراج هذه الميليشيات وتطبيق القانون بشكل سليم وواقعي وقانوني على هؤلاء المدنيين، وإلا فإذا كانت هناك شريعة الغاب وهناك شريعة الميليشيات وهناك الترتيب السياسي ما بين المنظمات الدولية والترتيب ما بين الحكومة، فإذا هؤلاء سيبقون بعد كورونا وفي أزمات أخرى وفي رمضانات أخرى وهم باقون على هذه الحال دون حلول
جذرية تطبقها لا الحكومة ولا المنظمات أستاذ الدولية. عمر، هل أثر قرار حظر التجوال على مخيمات النازحين، خاصة يعني أن الأهالي هناك يعيشون على مساعدات المنظمات الإنسانية وسط تجاهل حكومي لمعاناتهم؟ نعم بالتأكيد هذا حظر التجوال أثر بشكل كبير، ولكن هذا الحظر ألم يكن هناك دراسة حقيقية لهذا الحظر؟ ألم تكن هناك يعني خطة ل يعني تكييف هذه المخيمات النزوح للظروف الطارئة؟ ألم تكن هناك يعني مخازن ومستودعات تقوم بتوفير هذه يعني المأكل والمشرب وحتى الفرق الطبية الطارئة لهؤلاء النازحون؟ إذا يعني العملية هي متعمدة في الإهمال يعني وفي أستاذ عمر، الإفراط آسف المجتمع. للمقاطعة، تعتقد أن موضوع عدم استثناء المنظمات الإنسانية من حظر التجوال عدم تقدير موقف أم تعمد من قبل الحكومة أستاذ؟ بالعكس هو تعمد وعدم تقدير موقف في كلا الحالتين، لانه بالاخير يعني سيضر هذه المخيمات. نحن تحدثنا يعني انه هناك يجب ان تكون هناك خطه مدروسه، ان تكون هناك يعني مخازن وخطه طارئه لهؤلاء النازحين قبل تفشي كورونا وبعد تفشي كورونا، واذا ما جاءت هذه الطامه فيروس كورونا فاذا هذا يعني الانتشار الوباء وتعرض النازحون الى هذه الوباء. نعم استاذ عمر، بشكل متعمد وبشكل كبير لا سمح الله. من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان، شكرا جزيلا لكم.